موقع إلكتروني أمريكي أطلق أسماء الأطفال على منتجاته، ليظهر بعد ذلك أن هذه الأسماء لمفقودين ومختطفين. كيف استطاع الملياردير نيراج شاه أن يستغل جمعيته لرعاية الأطفال ويجعلها من أكبر المصدرين لتجارة الجنس بالأطفال والقصة؟ تفاصيل مرعبة عن شركة أثاث متهمة بالاتجار بالبشر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم دز وهرجه جديده. طبعا كالعاده اللي مشترك في القناه يشترك وفعل زر التنبيهات واديني لايك، اكتب لي تحت كومنت شجعني اكمل تجاوز قرد دز. والله شكرا من كل قلبي على دعمكم في المقاطع اللي راحت. ما ابغى اطول عليكم في المقدمه، بس عندي طلب واحد. انا عارف غثيتكم في كل المقاطع اللي راحت، تعالوا سناب، بس ابغاكم تجوا عندي في السناب. ترى في عندي مواضيع واشياء ويوميات مختلفه تماما عن اليوتيوب، تعالوا ما راح تندم. الله يخليني لي ولا يحرمني مني ويقدرني دائما على فعل الخير. نطلع لكم المقدمه ونقول بسم الله، نبدا الهرجه. وايفير شركة تجارة إلكترونية أمريكية بتبيع الأثاث والسلع المنزلية. تأسست هذه الشركة عام 2002 وعنده في الموقع أكثر من 14 مليون سلعة من أكثر من 11 ألف مورد. بالله ركزوا لي في الأرقام لأنكم شوي وحتجيكم صدمة مجتمعية. هذا الموقع صار أشهر مواقع البيع على الإنترنت في أمريكا، وبعد 18 سنة من شغلهم في أغسطس 2020 في ناس زارت هذا الموقع صدفة ولاحظوا ان سعر الاثاث جدا مرتفع مو قيمته الفعليه. يعني الهرجه فيها حاجه غريبه وفيها نصبه، واللي زاد الموضوع شك انه لقوا نفس السلعه بتنباع اكثر من مره باسعار مختلفه واسماء مختلفه. بعد ما انتشرت هرجه الموقع انه يبيع سلع بارقام فلكيه، هنا الناس بداوا يوسعوا دائره البحث، وصلوا لنقطه جدا مخيفه. لقوا انه اسماء السلع نفس اسماء الاطفال اللي تم التبليغ انهم مخطوفين او مفقودين وما يعرفوا فين اراضيهم. وهرجه زي هذه ما تجي صدفة أبداً، الموضوع مقصود 100%. وهذا الموقع عبارة عن موقع تجارة بالأطفال والقصة، لأنه في البداية قبل ما ينتبهوا المسؤولين عن الموقع إنهم صاروا ترند في العالم، في ناس دخلت الموقع وصورت ووثقت كل الأسعار والأسماء. يعني عندك مثلاً إطار صورة معروض في الموقع إنه قيمته 747,250 ريال. من جدكم إطار صورة سعره يقارب المليون ريال؟ ليش إيش الإطار الأسطوري ذا؟ والله لو إنه إطار صورة لفرعون من فرعنة مصر، لو يجيك مكتوب إنه وزن الإطار 50 كيلو. أي إطار صورة هذا اللي وزنه 50 كيلو جرام؟ بس هنا قصدهم إنه وزن الضحية 50 كيلو. طبعاً هنا طلع كلام كثير إنه يا جماعة إيش بكون مكبرين الهرجة؟ الموضوع جداً بسيط وهذه كلها إشاعات ومؤامرات. طبعاً هذا الموقع ما كان يعرفه إلا أصحاب النفوذ والأنفس الضعيفة اللي تستاهل الحرق الله يحرقهم، إنهم هم الوحيدين اللي عارفين الموقع هذا إيش بيبيع بالضبط وعارفين كل تفاصيل وأسعار السلع، عشان كده بيدفعوا هذه المبالغ. ولا لو دخل أي إنسان طبيعي حالاتنا بيشوف إنه الموقع ذا بيبيع سلع أشياء غالية المخدة قيمتها 40,000، سلامات. ممكن أنا وأنت دخلنا على الموقع وشفناه بناخذ فرة وبنشوف الأسعار وبنشوف غباء الناس اللي بتشتري من هذا الموقع وبنخرج وما بننتبه على أي شيء، لكن كل خاينة على الله باين. والله يمهل ولا يهمل، انكشف سر هذا الموقع بعد أكثر من 18 سنة. بعد طلع متحدث باسم الموقع وقال يا جماعة هدوا لي أعضاءكم، الهرجة ما فيها إنه الموقع علق وصارت مشكلة بالسيستم وتلخبطت الأمور، لكن في بعض السلع عندنا أسعارها كذا لأنها أنتيك وسعرها فيها. لا يا شيخ، على فرعون يا همان؟ لا مو أنا، على فرعون يا همان؟ قام يقول ما عليكم، بنسوي أبديت للموقع بنرجع كل الأسعار للأسعار الحقيقية. بعد إيش؟ طبعا بعدها فعلا الموقع سوى أبديت وشال كل الأسماء والأسعار اللي كانوا شغالين عليها، وكل هذه الأسماء والتفاصيل كانت رموز ما بيفهمها إلا اللي يشتروا ويبيعوا في الأطفال والقصة. لو أزيدكم من شعر بيت، في مشهورة أمريكية لها خط إنتاج وبيع في هذا الموقع، الممثلة أو المذيعة إيلين ديجينيرس كان عندها قلك مخدات صغيرة تبيع على موقع ويفير. طبعا المخدة اللي عرضتها قيمتها فوق 40,000 ريال، وزيها زي كل السلع دائما مكتوب إنه في المخزون حبة واحدة فقط. وحتى بعد الأبديت الموقع ما زالت مصرة إيلين إنه الطفل اللي معاها سعره فيه. هنا لما انتشر الموضوع وصار الترند الرابع في العالم صرحت الشركة بكم تصريح متخبط. في البداية قالوا خلل في النظام عشان كذا صار في ارتفاع في الأسعار بأرقام فلكية. بعدها طلعوا بتصريح ثاني قالوا ان القطع الغالية فريدة من نوعها وتصنيعها مكلف. طبعا كلامهم هذا غير مقنع تماما لانه السلع كانت مصنوعة من مواد عادية جدا وما في اي شيء بيقول انها مصنوعة من مواد مكلفة. لهم كاتبين في تفاصيل المنتج
ايش الاشياء المكلفه اللي صنعت منها ولا اي شيء. نشرت ويكليكس بعض المحادثات للناس او المسؤولين اللي كانوا بيشتروا من هذا الموقع. نشرت محادثة لواحد اسمه جون بوديستا مع صاحبه، كان بيسأله عن مكان مخدات اللي في البيت اللي اشتراها جون، وقال لك انه جون نسيها عشان يبغى صاحبه يشحن له اياها. ايش هذه المخدات اللي قلقانين عليها وايش يبغوا يشحنوها من مكان لمكان؟ بعد انتشرت 4 لوح كلها متشابهة في الشكل، لكن في وصف المنتج كل لوحة لها وزن مختلف، واحدة وزنها 9 كيلو، واحدة 11 كيلو، واحدة 13 كيلو، ومع انه كلها لها نفس الشكل والمقاس والارتفاع وكل حاجة زي بعض. واصلا فين تلاقي لوحات صغيرة بهذا الوزن الثقيل؟ طبعا هنا اللوحات بترمز لأربع أطفال أوزانهم ما بين 19 و13 كيلو، وطبعا هذه الأوزان بتكون لأطفال أعمارهم من سنة لثلاثة سنوات. بعد البلبلة اللي صارت نشر واحد من موظفين الموقع، بس هذا الموظف كان موظف عادي لأن الموقع كان فعلا بيبيع أثاث عادي للناس العادية، يعني أي واحد دخل صدفة يبغى يشتري أي شيء يقدر يشتري. فيقول هذا الموظف إنه في فريق في خدمة العملاء اسمه الفريق البلاتيني، وهذا الفريق هو اللي بيتعامل مع الطلبات اللي أسعارها فلكية، وفي تعليمات صارمة من الشركة للموظفين اللي زيي وحتى كبار المندوبين انه ممنوع نتعامل او نتفاعل مع العملاء البلاتينيين، ولو جانا بالغلط اي عميل بلاتيني على طول نحول لفريق المختص اللي هو الفريق البلاتيني. يقول في البدايه كنت احس الموضوع طبيعي عشان في سلع غاليه وكذا، يعني انه لهم جوهم المختلف، لكن دحين بعد ما انتشر غسيلهم عرفت ايش الهرج، وممكن فعلا تكون الطلبات البلاتينيه عباره عن اطفال وقصه. انا ما ادري اذا كانوا فعلا بيتاجروا بالاطفال، لكن اعتقد انه لازم اشارك هذه المعلومات يمكن تفيد بشيء. طبعا هذا الكلام كلام موظف في الشركه. طيب ليش اغلب الناس مصدق الموضوع؟ انه قبل فتره في موقع اسمه كريك ليست كان متورط بفضيحه الاتجار بالجنس، وكمان في مطعم بيتزا متورط بالشيء هذا، ممكن اتكلم عنه في مقطع ثاني اذا شفت عدد لايكات مره يخوف، لاني يعني صراحه تعبت في هذا المقطع وفي تجميع المحتوى لهذا المقطع، بالله كافئوني باللايكات. هنا صاروا الناس يطلعوا ادله ثانيه عشان ياكدوا هذا الكلام اكثر، وبدا بعضهم يبحث عن طريق الرمز او الرقم اللي موجود على المنتج، يعني زي الباركود بيكون في العاده موجود في كل المواقع الالكترونيه تقريبا عشان يقدر العميل يستخدمه ويطلع المنتج بشكل اسرع. فصاروا يدخلوا هذه الأرقام في موقع زي جوجل محرك روسي اسمه ياندكس، والصدمة وقتها أنه بعض المنتجات لما يحطوا رمزها في ياندكس بتطلع لهم صور بنات صغار، وتعتبر هذه الصور إباحية لأنهم لابسين ملابس غريبة ونصها شبه عارية. لكن مع كل الأدلة اللي طلعت والضجة اللي صارت على الموقع ما في أي دليل رسمي ضدهم، لا من جهة حكومية ولا من شرطة ولا FBI ولا أي محكمة ولا أي حاجة. لكن إذا رجعنا لمؤسس هذا الموقع الملياردير نيراشا تحديد في 2017 حنلاقي خبر انتشر في هذيك الفترة على كل الصحف والإعلام عن واي فير، بأنه وقتها عملوا الموظفين اضطراب جماعي خارج مقر الشركة في بوستن بعد ما اكتشفوا أنه الشركة قبلت طلب بقيمة $200,000 تقريبا من شركة BCFS، وهذه شركة حكومية غير ربحية بتدير مرافق احتجاز المهاجرين على الحدود بين أمريكا والمكسيك، ومنها معسكر في تكساس اللي انذكر على انه بيحتجز ما يقارب 3000 طفل مهاجر. طالبوا هنا الموظفين انه توقف الشركة كل طلباتها مع هذه الشركة اللي بتضر المهاجرين، فقرر نيراج وشريكه ستيف انهم يوقفوا تعاملهم مع الشركة، لكن استخفافا بالعمال. حتى الخطاب اللي ترسل للشركة كان فقط مجرد كلام من غير اي توقيع او اي توثيق. بعد ذكر ستيف للموظفين انه من واجب الشركة انها ما تميز الاعمال التجارية، احنا ما نقدر نقبل او نرفض على كيفنا لانه في النهايه ما نقدر نبحث ورا كل زبون بيطلب من موقعنا. غير هذا كله الصدمه انه نيراج بيدير مؤسسه باسم شاه فاميلي، وهذه منظمه غير ربحيه ومسؤوله عن ادارتها زوجته جيل، وهذه المنظمة متخصصة في مساعدة ورعاية الأطفال، وهذا الشيء بيخلي فيه علامة استفهام كبيرة جدا بين العلاقة اللي تربط ويفير بجمعية الأطفال والاثنين تحت يد نيراشا، وما في أي جواب واضح إلى الآن إذا كان صحيح شركة ويفير متورطة في تجارة الأطفال، أو ممكن يكون مزيف حقيقة عمله قدام الناس عشان يغطي على شيء أكبر من كذا، أو عشان العكس بيجذب انتباههم بطريقة غير مباشرة وبيخليهم يتفاعلوا معه لسبب ثاني. لكن الشيء الغامض في كل هذا إيش اللي بيربط رموز منتجات ويفير بمحرك البحث ياندكس شركة أمريكية مع محرك بحث روسي؟ وكل الأشياء اللي بيظهرها هي صور أطفال بملابس مو مناسبة لعمرهم أبدا. مو بس كذا، أغلب المنتجات اللي ربطوها الناس بالأطفال المفقودين بعد ما حذفت ويفير رجعت بعض منها بأسماء ثانية وبسعر أقل بكثير من الأول. شوفوا كيف طاحت الأسعار بشكل غريب ومثير. بعدها انتشر فيديو لبنت صغيرة، وهذا الفيديو كانوا يحاولوا أنهم يحذفوه باستمرار لكن ما قدروا. في البداية الطفلة تعرف باسمها، عمرها، مكان إقامتها، الحرمة اللي تصورها، قاعدة تأخذ لقطات من جسمها بشكل واضح كأنها للعرض، وفي نهاية المقطع بتقول البنت اسم موقع ويفير. توقع هذا الشيء مو صدفة أبدا. A fine example of true opulence. But surely the price on this Regency style sofa can't be correct.
with wafer can. بكذا انتهينا من رجعتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، واهم شيء صلي حبيب قلبك طيب، فمن الله.